صباح النور. صباح النور. والموضوع اللي بيعتبر في الوطن العربي شبه مستحيل. يعني احنا معروف السيدة حملت معناها تقعد بالبيت، ما في حركة، ما في راحة، ممنوع تتحرك، ممنوع تعمل شيء. طيب. هو العكس تماما. بنقسم دائما مراحل الحمل لثلاثة مراحل، الأولى ثلاثة شهور والوسط والأخيرة. مظبوط. إمتى مفروض السيدة الحامل تتبع التمارين الرياضية؟ هلأ هي فيها تبلش أكيد من أول تريمستر، منه مشكلة، بس بدنا نلفت نظر لشغلة كتير مهمة، إنه دائما كل مرأة أكيد بتكون وضع مختلف عن غيرها. بحال هي فعلا عندها مشكلة صحية وطلب منها الحكيم إنه ما تمارس الرياضة أبدا، خاصة بأول ثلاثة أشهر، لأنه هيدي الفترة بتكون شوي حساسة. صح. ليثبت الحمل وبيكون نمو الولد بعده بكير وهي عندها مشكلة، الأفضل إنه تتبع الدايركشنز اللي قالها إياهم الحكيم. غير هيك أكيد فيها تبلش بالرياضة وتطمن، أبدا ما عليها خطورة. ممتاز. من أكثر الفترات اللي بينصحوا فيها بالتمارين الرياضية للمرأة الحامل مري ثلاث أشهر الأخيرة أو كل ما اقترب الوقت للولادة، لأنه بتسهل. مزبوط. الولادة حسب الدراسات وحسب الأبحاث. 100%. كيف تختلف التمارين الرياضية للمرأة الحامل في الشهور الأولى والشهور الأخيرة؟ أكيد بالشهور الأولى بدها تكون كتير منتبهة، تعمل حركات جدا خفيفة، ما تقسي على حالها، ما تحلموا الأوزان تقيلة، بودي ويت، رابر باند، دمبلز على الخفيف، هدول الأشياء. وكل ما حست حالها أنه هي قويت أكيد فيها تطلع شوي شوي بالوزن. وطبعا دائما بنصح أنه يكون عنده مدرب رياضي يكون أو رياضية مختصة أو مختص بالأشخاص بالنساء الحوامل. هيدي أهم شيء نحن بدنا ننتبه عليها. ممتاز. ماري خلينا نبتدي بتمارين اليوم، وإذا عندي أسئلة حاسألك في النص. أكيد. بس شغلي حبيت ألفت نظرها أنه بس مش بس الرياضة بتساعد كمان على تسهيل الولادة. كمان المرأة الحامل عندها شيء اسمه حمل السكري، الرياضة كمان بتساعدها أنه هذا الموضوع يختفي من عندها أو يخف. كمان هذا موضوع كتير مهم نلفت نظرنا عليه. أول حركة رح نبلش فيه، أنا رح بلش أكيد بالتمارين الرياضية اللي بيقدروا يعملوها بأول ثلاثة أشهر، الـ first trimester والـ second trimester اللي هن أول ثلاثة لتاني ثلاثة أشهر. هنبلش بهيدي الوضعية، هناخد إيدنا عكس إجرنا ونطلع لفوق هالطريقة. طبعاً على قلية من مهل، وما نستعجل ومنا دايما مثل ما دايما بقول نتسمع على جسمنا. بحال حسينا بأي أوجاع أو بأي شيء زعجنا دغري نوقف. من هون ننتقل لهالوضعية، رح نكون بهيدي الطريقة بدنا نعلي الهبس لفوق. فبالتالي ممكن المرأة هي حسب جسمها، يعني حسب كل حدا قدراته، تطلع بس لهون وتنزل. ممكن ناس أكتر يقدروا يطلعوا all the way لفوق وينزلوا. التكرارات اللي بتنصحي بيها والمجموعات ماري؟ دايما بنبلش بتكرارات قليلة ومجموعات كمان قليلة، وكل ما قوينا حالنا وكل ما صرنا أحسن بنقدر نزيدهم. فبالتالي أنا بنصح أي وحدة عم بتبلش أول شيء تبلش ب 3 sets of 10، ومن هونيك بتقدر بتزيد تطلع ل 3 sets of 12 repetitions، 3 sets of 15 repetitions، وبعدين بتصير تزيد السيتس كمان. إذا البداية بتكون ثلاثة مجموعات 10 تكرارات، وبتطلع بعدين تكون ثلاثة مجموعات 12 ل 15 تكرار. نرجع بنزيد على أربع مجموعات والتكرارات بيزيدوا. تمام. هلا من هون نقدر نكون بهيدي الوضعية، نقدر نكون هون أو هون حسب نحن كيف بنرتاح. طبعا لأنه المرأة بيكون عندها بطن قدامها. ننتقل هون عم نشغل الأرداف، وكمان زي ما قلت ماريا إنه اللي بتخاف ممكن تبدأ الحركة مدى صغير لحد ما تتعود وتاخذ ثقه اكثر في نفسها وتعمل للمدى الكامل. وهون للناس اللي شوي صاروا اكيد اقوى شوي بيقدروا يزيدوا الدمبل بهيدي الطريقه هون ورا ركبتهم. ماري بنشوف الاجانب اللي ما عندهم هذا الخوف من فتره الحبل بيعملوا تمارين الطبيعيه. صح. مش بس بالبيت، بنشوفهم بالجيم عم بيحملوا باربلز ودمبلز. في بيج هو للكروسفيترز، نساء الحوامل الكروسفيترز، ونحن بنعرف انه اليوم الكروسفيت جدا رياضه صعبه. صح. بنلاقيهم مكملين برياضتهم لانه هن من الاساس عندهم هيدي البنيه اللياقه. صح. فبالتالي قدروا يكملوا فيها وما عندهم اي مشكله صحيه اكيد. من هون كمان بنضلنا بهالوضعيه، بنعلي شوي الركاب لفوق
ليه مهم هيدا التمرين؟ هيدا التمرين مهم لأنه نحن هون عم نقوي جزء الجسم واللي هو طبعاً. بيكون فيك أوجاع كثيرة من فترة الحمل لأنه وضعية الجسم ما بتكون مزبوطة 100% بيكون في أوجاع ظهر، أوجاع كتف، أوجاع إجرين، بتحس المرة كأنه عندها سياتيكا، بس هو بيكون مثل ما بيقولوا الحمل عامل شيفتنج على ميلي وحدة من الإجر، فبالتالي كل هدول الأشياء بيأثروا عليها، هالتمارين فعلا بيساعدوها. لما بتتعب، لما بتكون بهالوضعية، هي عم تعمل هالحركة وتتعب، بتوطي الركاب، بتكمل بهيدي الطريقة، كمل التنفس، بترجع بتعلي لتحت بترجع نعم ممتاز وبتكمل. كمان المرأة الحامل فيها تعمل سكواتس، كل الناس بيفكروا انه لا ما بيسوى تعمل، بالعكس فيها تعمل سكواتس، إذا هي كانت خيفانة فيها تحط كرسي وراها، أكيد تكون ماتنة، تحمل دمبلز أو ما تحمل دمبلز، وبهيدي الطريقة هي آمنة جدا وعم تقدر تعمل الحركة بكل ثقة. ويمكن أهم شيء في تمارين القرفصاء إنها بتقوي منطقة الحوض واللي هي بتحتاج إنه عضلاتها تكون الحوض قوية والإجرين حركة سكوات جدا مهمة. من هون تقدر كمان تكون عم تعمل سكوات وعم تعمل معها كمان حركات للكتاف بهيدي الطريقة، فيها تنزل قد ما فيها لانه بعين بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه كل مرأة حبلها شيء، في ناس بطنهم بيبقى اصغر، في ناس بطنهم بيبقى اكبر، فهن كيف بيرتاحوا بالحركه يتصرفوا. يمكن تمارين الكارديو او التمارين اللي بتعلي دقات القلب هي اكثر التمارين اللي ممكن يكون فيها شوي تخوف، صح؟ صح، بفضل يعملوا ايروبكس على الخفيف، يعملوا ويت تريننج، سترينث تريننج، يوغا، بيلاتيز، هدول الانواع الرياضه هن افضل للنساء بهذا الوضع. وبالتأكيد زي ما ذكرت ماريا أنه الأهم مراجعة الطبيب والحصول على نصائح من متابعته دائماً دائماً دائماً. من هون كمان بنقدر نشوف أنه كمان فينا نستعمل الرابر باند، فينا نعمل فيهم بايسبس مثل ما بنعمل فيهم بالدمبل، نفس الشيء فينا نعملهم بالريزيستن باند، نحن وآمنين وبمحلنا. من هون ننتقل لحركة الكتاف، كمان إذا وصلنا لهون معلش، إذا قدرنا نوصل لهون كمان معلش، نتسمع جسمنا، نتعود إنه دائما نعمل شيء اسمه progressive training، يعني نحن بالتالي وصلنا لهون مرتجة، فينا لهون مرتجة، بنقدر لهون نتسمع لجسمنا وما نعمل شيء اسمه forcing، يعني مش بالقوة نعمل الحركة. مثل ما ملاحظة أنا عم بعمل كل الحركات بقلية من مهلة وعمهلة وبكل سيفتي. صح، عندنا دقيقة بعد. نعم، هلا اخر حركة حنكون عم نعملها هي البوش ابس. هلا اكيد بعرف انه هون المرة دائما بتخاف من البوش ابس ماري، فلقيت لها البوش اب الاهين شيء بكل بساطة. هيدا الحيط هون بتوطي دائما ايدها على مستوى كتفها، فبالتالي ايدها مش هون، هون مستوى الكتف بهيدي الطريقة، تنزل وبتطلع، تنزل وبتطلع، كل ما حست حالها قادرة أكثر فيها ترجع إجريها بعد أكثر وتنزل. هيك بنكون خلصنا تماريننا اليوم اللي هن جدا آمنين نقدر نعملهم بالبيت أو حتى بالجيم. شكرا جزيلا، شكرا لك. دائما التمارين اللي بتعطينا إياها بتعطينا كل من السهل للصعب من السهلين للأصعب، المهم إنه نتحرك وما نخاف من التمرين، خاصة السيدات الحوامل. شكرا جزيلا لك المدربة الرياضية ماري جلاح. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا سندريلا في قصر رونالدو، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا.